في واقعة تانية متعلقة، كلية الزراعة جامعة أسيوط، أحد الأساتذة اعتدى أيضا على زميلته وعلى مجموعة من الطلبة. هنحققها معاكم تليفونيا. هنشوف الأول الأستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء عبد الحميد، مدرس بقسم الحيوان كلية العلوم جامعة أسيوط. دكتورة فاطمة أهلا بيكي. السلام عليكم وكذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أيضا تعرضت لاعتداء من زميل لك من أستاذ جامعي؟ أنا بشكر حضرتك الأول وكذلك لأنك أتحت لي الفرصة، ودي أول مرة أنا بتكلم في برنامج، وأنا بصفتي عضو هيئة التدريس طبعا كان نفسي أتكلم في شيء أحسن من كده، لكن معلش في حاجات طبعا بتتفرض علينا، وإحنا كشأن أي وزارة أو مرفق حكومي في سلبيات وفي إيجابيات، نفسنا طبعا ما نشوفش السلبيات خالص، او على الاقل تكون الايجابيات اكتر من السلبيات. وفي حاجات بتحصل طبعا بنسبه 70% انا مش هقدر اتكلم عليها، لكن انا هتكلم على الواقع اللي حصل بالفعل. دي يوم 10/1 الساعه 11:30 في مكتبي في الدور الخامس قسم علم الحيوان في كليه العلوم. انا كنت بمتحن الطلبه بتاعه اولى زراعه، كنت بمتحنهم امتحان شفوي. الطلبة طبعا عددهم كان 261 طالب. أنا أستاذة المادة اللي بوزع الامتحان، فإحنا كنا مقسمين الامتحان على 4 مجموعات بثمن دكاترة، فالطلبة طبعا موجودين عندي بصفة أستاذة المادة عشان أوزع الأسماء والكشوف. فأنا كنت ماسكة الكشوف عشان أوزع الأسماء بتاعة الطلبة، واقفة مع الطلبة قدام المكتب بتاعي، المكتب بتاعي جنبي مباشرة مكتب الدكتور جمال السكر. واقفة مع الطلبة، فلقيت الدكتور جمال طلع من مكتبه بيقول دول مين؟ راحوا ردوا عليه الطلبة بيقولوا له احنا طلبة كلية زراعة. راح قال لهم يلا من هنا، يلا من هنا، بلا زراعة بلا زفت. الطلبة طبعا قعدوا يقولوا له يا دكتور ده امتحان مش عارف ايه، كلام زي كده. طبعا هو لا، يلا من هنا يعني يلا من هنا. انا اتدخلت في الحوار، يا دكتور احنا انا بمتحنهم شفوي، دول طلاب كليه زراعه وبمتحنهم شفوي. راح قال لي يلا من هنا. يا دكتور ما يصحش، ازاي تكلمني بالطريقه دي قدام الطلبه بتاعتي؟ راح قال لي بس يا بابا، بس يا بابا، يا دكتور ما يصحش. راح مسك الورق اللي هو الكشوف من ايدي وراح رماها على الارض. انا وطالب طبعا بصفتي استاذته، فراح اخذ الورق عشان يدهوني. راح هو قاعد يقول له سيبها، سيب الورق، سيب الورق، يلا يا زباله يا ابن الزباله سيب الورق. فالطالب اتخض يا روحي، فبيبص له يعني مزبهل، ازاي يعني انت بتقول لي كده؟ راح فضل يضربه بصفعه 4 صفعات على وشه. بعد كده راح قال لي يا دكتور ازاي بتكلمني كده؟ راح قال لي خدي الزباله بتاعتك وامشي من هنا. بعدين مسك الموبايل بتاعه راح قال يا امن تعالوا خدوا الزباله من هنا. وفضل طبعا يضرب في الطلبه ويزيح الطلاب ويزيح البنات، لدرجه ان صوابعه معلمه على ايدين البنات لما فضل يدفع بيهم. طبعا الموضوع نزل بعد كده هو القائم برئيس بعمل رئيس القسم دكتور ناصر الشيمي. راح طلع لي دكتور ناصر الشيمي قال لي معلش يا دكتور انا بستسمحك عشان خاطري انزل امتحن الطلبه تحت. انا نزلت عشان نهدي الطلبه، لان الطلبه كانت في حال الذعر طبعا ومش مصدقين ايه اللي بيحصل ده. نزلت وامتحنت الطلبه، طبعا اتاخرنا طبعا، والطلبه كانت منهاره خالص. انا عن نفسي كنت منهاره طبعا من الموقف اللي حصل ده. راحوا الطلاب اخذوا راحوا لوكيل الكليه عندهم في كليه زراعه، اتصل عندنا في كليه علوم، راحوا وعدوهم ان الدكتور جمال هيعتذر، ولو عايزين تصعدوا الموضوع قالوا للطلبه او تاخدوا. طب يعني ده ما حدث في ده كل تفاصيل الواقع بالظبط. خليني اسال احدى الطالبات اللي تعرضت للاعتداء معايا، مش عايز تقول اسمها. طيب اهلا بيك، اتفضلي. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بيك. ايه اللي حصل لكم من الاستاذ الجامعي؟ والله احنا حصل لنا ان احنا اتزقينا واتشتمنا واتضربنا، يعني اما شاب كبير يتضرب ب4 اقلام على وجهه ويتشتم بالاب، ده ايه؟ انا جاي داخله الكليه ان انا اتعلم، ولا انا جاي ان انا اتشتم واتضرب واتهان واطلع من الكليه؟ يعني انا واحده من الناس، انا اتزقيت على الولاد.
هو ده برضو أستاذ جامعة يعمل برضو حاجة زي كده. طيب هل انتوا هل قدمتم شكوى، قدمتم بلاغا؟ احنا طلعنا وكيل الكليه، من وكيل الكليه اتصل بالدكتور وكيل كليه علوم، ومن وبعد كده ما لناش اي حاجه حصلت، ما فيش اي اعتبار اترد لينا. طلعنا وكيل كليه علوم، طلعنا بعد كده على رئيس الجامعه، رئيس الجامعه ما لقيناش برضه، ما رضيش يدخلونا بمعنى اصح. اتمنى انه رئيس جامعه اسيوط يحقق في هذه الواقعه، لان يا جماعه احنا بنطلع اجيالا بنعلمها، وبنعلمها كمان انها ترفع راسها لفوق، ولا يجب باي حال من الاحوال انه يلجا استاذ جامعي ده في الجامعه للاعتداء على طلبه وطالبات، وأيضا الاعتداء اللفظي على زميلة له، لا يمكن القبول.